على كل حال خلينا ننتقل بعد كده لكولر. هو امبارح سافر لسويسرا بس اجازه قصيره، عشان الناس كانت بتقول لك ايه هو ايه القصه، لا اجازه قصيره جدا عشان يطمن على اسرته وراجع على طول. كابتن سيد عبد الحفيظ قال ان هو كمان الجهاز الفني المعاون لكولر حصل على اذن بالسفر عشان يقضوا فتره الاجازه يعني في بلادهم ويرجعوا مع انتهاء الراحه السلبيه اللي منحها الجهاز للاعبين واللي هتنتهي تحديدا يوم 13 نوفمبر. انت عندك ناس كتير اي حاجه تستجد، الله ليه وده معناه ايه وحاجات زي لا كده. لا هيقول لك عادي يعني الراجل عايزين يقعد يمرن الفريق 24 ساعه في الاسبوع، يعني ما طبعا ده صعب جدا، الراجل محتاج راحه. والراجل ما قصرش بصراحه من ساعه ما جه بجد، زي ما قلنا من اول ما نزل مطار القاهره اول يوم جه فيه والراجل بيشتغل، طلع على طول على التتش، يعني الراجل جه من المطار على الشغل بيتابع اللعيبه، دايما بيبقى حريص ان هو حتى في فترات الراحه بتاعت اللعيبه ان هو يقعد ويتمرن ويقعد ويشوف الدنيا عامله ازاي ويراقب الفرق المختلفة، حتى هو كان بيحط صور بهذا الشكل. فلا الراجل مش مقصر بصراحة، في حقه ان هو يعني ياخد راحة، ده امر طبيعي.